السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. بارك الله في عمرك. في طاعة الله جميعا. سيدنا أنا داخل معايا شركة كنا بنتاجر في أرض مع بعض. طيب. وجي حصل قرار وقف المباني ده. فالأرض وقفت خالص يعني دي لنا بتاع 5 سنين والأرض يمكن سعرها أقل عن ثمنها ما زادش. مش عارفين نبيعها. فهل ينفع اطلع عليها زكاة كل سنة ولا ايه الحل فيها؟ مش هي ارض مستثمرة معدل التجارة؟ معدل التجارة بس قرار المباني اللي جه ده وقف الدنيا خالص. وقلنا نعملها مدرسة. قرار المباني واقف موقف الدنيا معانا خالص. ما دامت معدل التجارة عليها زكاة. وإن خسرت حتى. الله يسلمك.